الأخ رئيس، نعم، بصفتي رئيس اللجنة الخارجية وبإجماع اللجنة الخارجية قدمنا رسالة واردة للمجلس بسحب التقارير، ويعني في الرسالة هناك يعني سقط سهوا التقرير رقم 16، فأرجو بس الإضافة عليه بسحبه أيضا للمراجعة في اللجنة ومن ثم رفع التقرير فيه. المطلوب سحب سحب التقارير، نعم، ولكن في الرسالة الواردة سقط سهوا التقرير رقم 16، فأريد يعني أن نضيفه إذا تسمح. اللي يوفر من شاء طلب اللجنة بسحب الرسائل الواردة في اللجنة بالتقارير الواردة في اللجنة موافقة.